يلي صار ببيروت بأربع آب 2020 كان موضوع كتير صعب وكارثة كتير كبيرة. كارثة مش بس على أهل بيروت ولا على سكان بيروت ولا على اللبنانيين بس. كان كارثة بكل معنى الكلمة، لكل عائلة، لكل طفل، لكل مؤسسة، لكل شركة بلبنان، لكل اللبنانيين يلي مشردين ومشتتين موزعين بكل بلاد العالم، وعكل العالم يلي تعاطف معنا بهاي الكارثة الإنسانية. أنا منى عيتاني، مؤسسة ريادة للابتكار الاجتماعي، وحابة ساعد بالطريقة يلي أنا بفهم فيها ويلي أنا عندي خبرة فيها ويلي بتتناسب مع إمكانياتي وخبرتي. أنا حابة ساعد الشركات الناشئة لحتى يكملوا بهيدي الظروف الصعبة، لحتى يكونوا محضرين أحسن لا كرايسيز أو لأزمات مستقبلية أو مقبلة، ولحتى يكون عندهم إيمان إنه هن فيهم يكملوا وإنه هن فيهم يقوموا من هيدا الركام اللي نحن هلأ فيه، وإنه بالتخطيط بنقدر نرجع نقوم وبالتخطيط بنقدر نستمر لحتى نساعد بلدنا لبنان، لحتى نوصل رسالتنا لكل العالم، ولحتى أكيد يكون عنا أثر إيجابي على الصعيد الإقليمي العربي والعالمي. ليش لا؟ أنا حابة ساعد كل الستارتوبس بأنهم يفهموا أحسن شو يعني crisis management، كيف كستارتوبس هن لازم يقوموا بوضع خطط لحتى يقدروا يتمكنوا بأسرع وقت ممكن انه ينهضوا من كوارث معينة بتصيبهم، وانه يقدروا يشوفوا هالموضوع كدروس بتقويهم وكفرص مستقبلية يقدروا من خلالها يصير عندهم خبرة اكتر وامكانية بالصمود احسن. بتأمل انه هيدا الموضوع يفيدكم وانه يفيد لبنان ويساعد بهيدي الظروف الصعبة، وبتأمل انه هيدا تكون آخر كارثة من هالنوع بيقع فيها لبنان وبيروت بالأخص.